بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم على قناة محمد عبده للترم الاول مع مادة اكتشف لكي جي 1 الفصل الدراسي الاول، ولقانا من خلال المحور الثاني العالم من حولي والفصل الثالث منه اين نجد الماء، ودرسنا النهاردة هي الدرس الثالث والرابع من الفصل الثالث من المحور الثاني. تعالوا بينا مع بعض نشوف افكار دروسنا وازاي هنشتغلها مع بعضنا. سبق لنا خلصنا 5 فصول، 3 في المحور الاول و2 في المحور الثاني، والثالث احنا في الفيديو الثاني منه اللي هو الفصل الثالث من المحور الثاني اين نجد الماء. تعالوا بينا نشوف دروسنا الثالث والرابع هنشتغلها ازاي مع بعضنا. درسنا الثالث بيتكلم على الماء في حياتنا. النهاردة هنبدأ ان احنا نفكر في المية مهمة ليه في حياتنا. امبارح كنت طلبت منكم ان انتوا تفكروا في ازاي بنستخدم المية كل يوم، يعني ان انتوا تشاركوا كده بعض افكاركم اللي انتوا فكرتوا فيها وتقولوا لي كيف نستخدم الماء يوميا. المية بنستخدمها في ايه؟ يا اما بنشرب منها، يا اما بنغسل منها، يا اما بنستحمى بيها، يا اما بنسقي الزرع بيها برضو، يا اما بنجهز طعامنا يعني نطهو الطهو من خلال الماء. طيب لو جينا شفنا صور طالبها مني بيقول لي ارسم 3 صور لاستخدامك اليومي للمية. كل واحد طبعا هيرسم اي افكار ل3 صور مختلفين يعجبوه. يعني رسمنا هنا طفل او تلميذ حلو زيكو كده بيستخدم المية في انه بيغسل ايديه مثلا، برضو طفل تاني بيعمل ايه؟ بيستحم بالماء. اذا دي استخدامات للمية. برضو في استخدام تاني ان احنا بنغسل هدومنا بالمية، الملابس بتاعتنا. يعني قدرنا كده ان احنا نرسم، ورسوماتكم جميلة اللي انتوا هترسموها، هتبدأوا تشاركوها مع زمايلكم، هتلفوا في الفصل وانت فاتح كتابك وعلى الصفحة دي، وزمايلك زيك برضو هتبحث عن شخص رسم شيء مشابه لصورك وتقول له انا رسمت زيك، انا رسمت بغسل ايدي وانت رسمت برضو بتغسل ايديك، وهكذا افكار مشاركة كده للي انتوا شايفينه متشابه في اعمالكم مع زملائكم. ممكن تشاركوا برضو المختلف مع زملائكم. دي كانت الصفحة الاولى في درسنا الثالث. تعالوا نشوف الصفحة الثانية بتتكلم برضو على تصنيف استخدامات المية. يعني احنا بنستخدم المية يوميا، زي ما شفنا بنحتاج للمية وشربها عشان تفضل اجسامنا سليمة، برضو بنحتاج للمية عشان نحافظ على نظافتنا بالاستحمام بالغسيل، بنحتاج للمية عشان نطهو الطعام عشان نتناوله، بنحتاج للمية عشان تساعد النباتات في انها تشرب وتساعد الحيوانات برضو في انها تشرب. يمكن ايضا استخدام المية للاستمتاع، يعني ابقى بستمتع بالمية. طبعا هنا قدامي 3 صناديق، واحد بيقول شوف لي هنا فين المية بتساعدني في الصور دي عشان نلزقها ونحطها فوق، او نرسم عليها خطوط للي بتساعدني بيه، وبرضو هنا بتساعد النبات فين، شوف الصور بتاعتها ووصلها بيها، بنستمتع بالمية فين، وصل برضو بصور الاستمتاع. يعني احنا كده محتاجين ان احنا نشوف قدامنا التفكير اللي احنا فكرناه في كل استخدام. هنرسم خط بين الصورة للهدف الصحيح بتاعها لاستخدام المية. لو بصينا على الصور بتاعتنا وشفنا فين بتساعدني المية، زي ما شفت الخطوط نزلت على ايه؟ على انها بتساعدني في الاستحمام، وانها بتساعدني في غسل الاواني او غسل ايديا، بتساعدني عشان اشرب منها. كلام جميل، كويس جدا. طيب انا عايز اشوف بقى بتساعد النباتات فين؟ اهو بتساعد النباتات في الشرب، ان التلميذ بيسقي الماء، او هنا بتساعد النبات على النمو، يبقى اوصلها بحاجتين، اوصلها بالصورة دي
ووصلها بالصورة دي، لكن بتساعدني أنا في 3 صور أهو، الاستحمام والغسيل والشرب. طب بتساعد في الاستمتاع بإيه؟ يا إما في الاستحمام في البحر زي ما أنتوا شايفين الأمورة الحلوة دي، أو زي ما أنتوا شايفين في حمام السباحة بتاعنا. كلام جميل. طيب يا ترى بعد ما وصلنا ايه رأينا في التصنيف بتاعنا؟ رائع طبعا. ممكن جدا نشارك صورة من الصور بتاعتنا اللي احنا صنفناها. اختار اي صنف منهم وصنفه. ممكن نختار الماء بتساعدني مثلا، اختار الصورة دي او الصورة دي بتاعت غسل الايدي او الاواني، وبرضو هنا بتاعت الشرب، وشاركها مع ايه؟ مع زمايلي. كلام جميل جدا. طب تعالوا اذا احنا فهمنا دلوقتي ان المية بتساعدني في الاستحمام، مش كده ولا لا؟ وبعد ده بيخلي جسمنا نظيف. مين يتذكر سبب اهمية الحفاظ على النظافة؟ سببه ايه؟ تفتكروا كده ايه السبب في ان احنا عايزين نحافظ على نظافتنا؟ نقول ليه؟ لان النظافة بتحافظ على سلامتنا وصحتنا، بتبعد عنا الجراثيم اللي بتكون على اجسامنا او على طعامنا، مش كده؟ طب كلام جميل. ايه الامور التانية اللي بتساعدني فيها المية غير الاستحمام عشان ابقى نظيف؟ يلا نلعب نصافح ونشارك ونطرق ايدينا في كف زميلنا بالاستراتيجية الجميلة بتاعت ابحث وشارك وصافح. وهنا هنشوف بقى المشاركات هتكون ايه، كل واحد على حسب ما هو شايف باللي بيختاره من الاعمال بتاعتنا او من الايه، من طرق النظافة بتاعتنا. يعني مثلا بتساعدنا المية على ان احنا نغسل طعامنا، بتساعدنا المية على ان احنا نغسل ايدينا، بتساعدنا المية على ان احنا نغسل الاشياء اللي موجودة في منزلنا. ده هيخلينا يعني لما ننظف بالمية الاشياء اللي موجودة في منزلنا، ده على طول هيساعدنا على ان احنا نفضل نظيفين، مش كده ولا لا؟ كلام جميل. طيب برضو كمان تاني تعالوا نتدرب بقى على استخدام اللغة الوصفية، ان احنا نوصف الصورة ونستخدم رسوم توضيحية ونضيفها للتفاصيل والشروح. ممكن جدا نشوف العديد من الصور بتاعت المية في حياتنا، عايزكم توصفوا اللي بيحدث في المية في كل صورة هنشوفها دلوقتي باستخدام جملة انتوا تقولوها. طيب تعالوا نشوف كده الصفحة بتاعتنا التانية بتقول ايه، او التالتة بتقول الماء مهم، اشرح كيفية استخدام الماء في كل صورة. هتفكر انت وزميلك كويس جدا، وبعد ما تفكر يعني ممكن تبص للصورة وتشوف ايه اللي بيحصل فيها وتكتبها في جملة كده. يعني مثلا انا شايف في الصورة دي في ولد بيغسل يغسل بالماء او بيشرب الماء، معلش هو جايبها هنا يغسل الماء لكن هي بيشرب الماء. طيب يبقى هنا انا قلت لكم الصورة الاولانية وايه اللي بيعمل بيها التلميذ، بيعمل فيها ان هو بيشرب الماء. برضو هتوصفوا الصور التانية اللي بيحصل فيها وتذكروا ازاي بتستخدموا المية، وقعدوا توصفوا الصور انت وزميلك المجاور لك. يعني هنا معلش انا كتبتها يغسل الولد وجهه بالماء، لكن انا ما بصتش للصورة الحقيقة، هو هنا ايه بيشرب الولد الماء. طيب في ايه تاني؟ تعالوا نبص كده على الصورة اللي تحتها بتعمل ايه، او ايه اللي فيها بيسقي النباتات، مش كده ولا لا؟ طب هنا بيعمل ايه؟ بيغسل اسنانه برضو، ده كله بايه؟ بالماء. كلام جميل. طب الصورة اللي تحتها ماسك شوكة في ايده، ادوات مائدة وبيغسلها. طب هنا القطة زي ما احنا شايفين مادة لسانها على المية وبتشرب، يعني بتشرب القطة من الماء. اذا هنا احنا قدرنا احنا وزمايلنا نشارك الصور ونشوف كل صورة بيحصل فيها ايه، وبنكتب اللي شايفينه في الصورة فوق منها او جنبها، بس اللي فوق ايه؟ بيشرب الولد الماء.
طيب كلام جميل جدا. تعالوا بقى ننهي الدرس بتاعنا ده تالت في ان احنا نقول مع بعض طريقة غسل ايدينا بالمية عشان تفضل نظيفة الايدين الاتنين. مين يتذكر الخطوات كنا قلناها قبل كده في درس السابق؟ يلا حبايبي، اول حاجة نعمل ايه؟ نبل ايدينا، برافو. وبعدين نبل ايدينا بالمية تحت الحنفية، وبعدين نضع الصابون على ايه؟ على اليدين، وبعدين بنفرك الايدين كويس تحت المية وهي فيها الصابون، وبعدين بنشطف الايدين تحت المية من الصابون، وبعدين بنجفف الايدين. دول كده زي ما احنا شايفين قدامنا خمس خطوات هنقولهم بالعد. اقول واحد تقولوا بل اليدين وتمثلوها، برافو. اقول اتنين تضع الصابون على اليدين وتبدأ بعد كده تفرك الايدين. طب افرض ان انا قلت الاعداد ملخبطة، يعني قلت لك مثلا خمسة هتقول لي ايه؟ تجفيف اليدين. اربعة تقول لي شطف اليدين تحت الماء، وهكذا. نكرر اللعبة دي مع بعضنا عشان خاطر نعرف الخطوات بتاعت غسل اليدين عشان تبقى اليدين نظيفتين. خلاص كده حبايبي، ده كلام جميل خالص. تعالوا نشوف درسنا اللي بعد كده اللي هو الدرس الرابع. الدرس زي ما احنا شايفين في الصفحة بتاعتنا جايب لنا ان عندنا المية موجودة في كل مكان في العالم. تعالوا نشوف خريطة مصر وبصوا على الخريطة اللي موجودة في كتابكم. زي ما احنا شايفين دي بنقول عليها خريطة مصر. عرفنا كلمة خريطة قبل كده، فاكرين لما اتكلمنا على صورة المدرسة وخريطة المدرسة؟ أيوة، فدي بقى خريطة لمصر بتوضح الأماكن اللي موجودة في مصر. من ضمن الأماكن المهمة إن في بحر وفي نهر وفي بحيرة موجودين على الخريطة. حاولوا كده تفكروا وتشوفوا كده فين الكلام ده، فين البحر، فين النهر، فين البحيرة. نشوف الأول بعد ما شفنا الجزئية دي نشوف مصر فيها مسطح مائي كبير على الجانبين. الجنبين دول اللي فيهم مسطح مائي، المية اللي موجودة في الجنبين دول بنسميها بحر، بنقول عليها بحر. فين هي؟ لو عرفت شاور عليها. ده بحر، كلام جميل. وكده هو بنلونه باللون الازرق. برضو في بحر تاني وبحر كبير جدا على فكرة، البحر ده اسمه البحر الاحمر. ما تقوليش ده هو ازرق، لا ده لونه ازرق لكن هو اسمه البحر الاحمر. في برضو بحر تاني واخد مساحة كبيرة فوق اهو في الشمال اهو، ده ممكن نقول عليه البحر الابيض المتوسط. ممكن اذا كانت الكلمة صعبة عليك تقول البحر الابيض او تقول البحر المتوسط وخلاص. يعني المهم تقول لي ايه؟ بحر. اذا في عندنا في مصر ايه؟ بحرين كبار على الجانبين زي ما احنا شايفين اهو. طب يا ترى غير البحار في حاجة تانية؟ في ايه عندي تاني غير البحار بتاعتي اللي موجودة؟ انا عندي بالاضافة للبحرين بتوعي اللي احنا شفناهم دول، في مية جاية من اسفل البلد، من اسفل مصر، طلعة لفوق في الخط اللي احنا شايفينه ده، وده بنسميه نهر. بنسميه ايه؟ نهر. تعال لونه باللون الازرق بتاعنا عشان نقول ان هو فيه مية. المكان اللي فيه مية بيتلون بالشكل ده. لاحظوا ان المية اللي موجودة في النهر دي بتمشي من اسفل، يعني جاية من بلاد تانية داخلة على مصر وطلعة على البحر المتوسط او البحر الابيض اللي فوق بتصب المية فيه. خلاص كده حبايبي. طيب شايفين اسفل النهر من تحت الجزء ده؟ ده مسطح كبير موجود فيه مية بتحيطه من حوالين منه الارض، ده بنسميها بحيرة، بنقول عليها ايه؟ بحيرة. برافو حبايبي، كلام جميل. وعرفنا كده البحيرة وعرفنا الحاجات اللي موجودة فيها زي ما شفنا دلوقتي. طيب انا عايز دلوقتي بقى المية بتتحرك في البحر والنهر والبحيرة، هل يا ترى المية اللي بتتحرك في البحر زي حركتها في النهر زي حركتها في البحيرة ولا شكلها مختلف؟ لا شكلها مختلف. طب
طب ما تيجوا كده نشوف مختلف ازاي. نشوف اول حاجة عندنا اللي هو البحر. شايفين البحر؟ شايفين الامواج بتتحرك فيه ازاي؟ الموج عالي بيندفع كده بقوة. شوف الحركة بقى بتاعت المية في البحر شكلها ايه؟ مية مندفعة بشكل قوي. طب لو انا فكرت بقى في النهر، النهر هلاقي المية بتاعته شايفة نازلة ازاي، او شايفينه المية نازلة من فوق لتحت ازاي، بتتدفق مندفعة كده غير البحر. شوف حركة البحر، الامواج هائجة يعني قوية كده، لكن هنا في تدفق للمية بتنزل في حتة بنقول عليها شلال، بيبقى المية جاية من مكان عالي وبتنزل على مكان منخفض وبعدين بتمشي بعد كده بهدوء في قلب النهر، لكن المية في النهر بإيه؟ بتتدفق. يبقى تدفق. شايفين حركة المية هنا وشايفين حركة المية هنا. طب امال البحيرة المية بتبقى فيها شكلها ايه؟ بص كده البحيرة هتلاقي المية فيها هادية، حركتها بطيئة جدا. شايفينها بتتحرك في الصورة ببطء ازاي؟ ليه؟ لانها المية في هدوء في البحيرة. شوف الفرق بين الصور التلاتة، شوف المية في البحيرة شكلها ايه. طبعا البحيرة بتبقى مساحتها صغيرة، النهر بيبقى مساحته نهر طويل زي نهر النيل اللي شفناه، البحر بيبقى كبير زي البحر المتوسط اللي شفناه والبحر الاحمر. اذا هنا في اختلاف في شكل المية وحركتها في الأجزاء التلاتة، في البحر والنهر والبحيرة. طيب تعالوا نشوف الصفحة اللي بعدنا هتتكلم على التلاتة دول اللي هو البحر والبحيرة والأنهار. هتقول لي تعالى نتعرف على الحرف الأول ونشوف أول كلمة إيه. أول حرف فيها ب، تبقى إيه؟ ب أو بي، بي تحتها كسرة اهي، بحيرة، بحيرة. طب نعمل ايه؟ نيجي على الباء ونمسك القلم ونتقل عليها بالشكل ده، دي كلمة بحيرة. وبعد ما تخلص عيد عليها تاني بقلمك الرصاص كده، ممكن ما تدش على الورقة لكن بس تعيد على الحركة عشان تعرفها وتكمل الكلمة وتقول حروفها ايه. بعد كده غير البحيرة زي ما احنا شايفين اللي جنبها نهر. النون نقط نعملها برضو بالقلم بتاعنا بالشكل ده كده، بيوريني هنا بحيرة اهي مساحتها محدودة كده، وادي النهر برضو ميته فيها البواخر واقفة والحاجات دي، والمية هادية ما فيهاش ايه حركة قوية زي البحر. كلام جميل. طب بعد النهر في عندي ايه والبحيرة؟ في عندي البحر اللي هو مساحته واسعة خالص، واول حرف فيه هو ايه؟ هو الباء، بحيرة، بحر. خلاص كلام جميل. بنكتب الكلمات وبنعيدها مع بعضنا وبنكررها، وبعدين هنقول بعد ما تتبعنا الأحرف بأصابعنا تعالوا بقى كده نتتبعها بالقلم الرصاص زي ما قلت لكم من شوية، وانتوا بتعملوا كده اهمسوا بالكلمة لنفسكم عشان تتذكروها. يعني تقولوا كلمة بحيرة، نهر، بحر، عشان ايه؟ عشان تتذكروا الكلمات بتاعتها دي. كلام جميل. انا هكتب على السبورة باء، باء بس اللي هي دي، وباء تاني، ونون، يبقى تلات حروف موجودة على السبورة. هعملكم مجموعات، والمجموعات دي في مجموعتكم هتختاروا حرف من التلاتة، يا باء يا نون يا باء. اذا اخترتوا الباء الاولانية يبقى انتوا هتتكلموا على البحيرة، واذا اخترتوا الباء التانية يبقى انتوا بتتكلموا على البحر. هتقعدوا تفكروا مع بعض في ازاي تمثلوا الكلمة اللي انتوا اخترتوها. كلمة بحيرة مساحة ضيقة كده، يبقى نعمل حلقة صغيرة مع زمايلنا ونتشابك كده مع بعضنا ونحرك ايدينا حركة خفيفة خالص عشان دي هدوء. ممكن الاول يعملها كل واحد لوحده وممكن يعملها الاتنين مع بعض. البحر بقى هنوسع الحركة بتاعتنا وهنتز جامد عشان الامواج بتاعتها العالية،
مش كده؟ واللي اختاروا المجموعة اللي اختاروا نهر برضو هيتحركوا بس حركة بطيئة كده عشان في تدفق لإيه؟ للمية، يعني ممكن يهزوا ايديهم طالع نازل كده على انها حركة ايه؟ المية بتاعة النهر بتاعهم. طيب تعالوا بقى هنا، قدرنا نحدد ثلاث مسطحات مائية كبيرة بنشوفها في مصر، بحيرة زي بحيرة ناصر اللي شفناها في آخر في أسفل الصورة على نهر النيل بتاعنا. احنا نسينا نقول ان اسم النهر اللي عندنا هو نهر النيل اللي شفناه في الخريطة. وفي البحر الأبيض وفي البحر الأحمر. لما ترجعوا للبيت للمنزل كلموا مع أفراد أسرتكم حول الأنهار والبحيرات والبحر زي ما سمعنا كده، وتقولوا الحاجات اللي انتوا شفتوها في المدرسة وسمعتوها وعملتوها مع زمايلكم، لأن كنا قادرين إن احنا نمثل كل مسطح مية عشان نعرف الاختلافات الموجودة بينها. إن شاء الله في الدرس القادم هنقارن مزيد من التفاصيل لمزيد من الصفات بتاعة البحر والنهر والبحيرة. مش بس هنقارن حركة المية وخلاص، لا هنقارن حاجات تانية كمان جميلة هتعجبكم. انتوا قمتوا النهاردة بعمل مذهل بالتعاون مع زملائكم في الفصل، حيوا زملائكم. وما تنسوش حبايبي الصورة اللي هتمر علينا دلوقتي، الصورة ده ايه؟ دي بتمثل دروس الترم الثاني، لو ضغطت عليها هتدخل على قناة معلم الرياضيات لدروس من كيجي الى تالتة اعدادي، لكن اللي انت هتضغط عليها دي هتتفتح لكيجي الدروس بتاعتها. هتلاقي اسم معلم الرياضيات جنب عنوان الفيديو، لو ضغطت عليها هتدخل على طول على القناة دي، قناة للترمين من كيجي الى تالتة اعدادي لشرح من الكتب وخارج الكتب. بالاضافة لان في صورة هنا برضو لو ضغطت عليها هتتفتح دروس اكتشف بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها على قناتنا محمد عبدو دي للترم الاول، هتتفتح الدروس بالترتيب معاك، مش محتاج ان انت تسأل على اي درسنا اوصل له ازاي. برضو هنا هحط لك صورة لفيديوهات ديسكفري وكرتونية جميلة موجودة على قناتي مبدعون، ما زلت بنشئ فيها وهنزل ان شاء الله باقي فيديوهات تانية. قناتي براعم مبدعة للترم الثاني للمرحلة الابتدائية، هتلاقي اسمها جنب عنوان الفيديو بالانجليزي، لو ضغطت عليها هتدخل على القناة، هي قناة للترم الثاني في المرحلة الابتدائية من اولى الى ستة، دروس ومراجعات للرياضيات واكتشف. برضو يعني دي المنهج القديم والمنهج الجديد. برضو في صندوق الوصف الروابط اللي انت هتحتاجها هتلاقيها، بالاضافة لاول تعليق مثبت في الروابط اللي انت محتاج اضغط عليه تدخل على طول على اللي انت عايزه. بكده حبايبي يكون وصلنا لنهاية لقائنا، اشكركم مع اطيب تمنياتي بالتوفيق، والى اللقاء مع درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.